أكثر من 460 مصابا بكورونا في عموم نينوى، والرقم قابل للزيادة. تقابلها حالات شفاء بلغت أكثر من 340، في حين سجلت المحافظة 6 وفيات منذ أن أعلن الوباء دخوله إلى المحافظة. والله ماكو أي التزام، يعني التزام تقريبا 10%، ما أقول باكو بس أكو التزام بس 10%، كلش قليل. يهجس بأعراض، تجينه هاي الأعراض خليه يروح يفحص لا يخاف. وحتى إذا ماكو حجر بالمستشفى أكو حجر منزلي. خروج نينوى عن قوائم الموقف الوبائي ليس معناه أن المدينة لم تسجل إصابات، بل نفاد شريحة الفحص لأيام متتالية كما يحدث اليوم. لدينا جهاز فحص البي سي آر الموجود في محافظة نينوى، وهذا الجهاز هو جهاز طبعا حديث جدا. الكتات التي تعمل على هذا الجهاز هي ألمانية فقط، لا يقبل هذا الجهاز أي نوع من الكتات الموجودة في الأسواق، وهناك نقص كبير في الكتات التي تصلنا من الوزارة. دمار البنى التحتية ونقص الكوادر الصحية أربك المشهد في المدينة. حكومة نينوى المحلية وحكومة إقليم كردستان تعملان على وضع خطة لتنقل الموظفين الساكنين في الإقليم للحاجة إليهم في الوقت الراهن. اليوم كان لنا لقاء مع مدير عام صحة محافظة نينوى بخصوص الموظفين العالقين من دائرة صحة محافظة نينوى في محافظتي دهوك وأربيل. حوالي 900 من الكادر لدائرة صحة محافظة نينوى، ننتظر إن شاء الله أيام القليلة القادمة لغرض حل هذه المشكلة والمعضلة مع حكومة إقليم كردستان محافظتي أربيل ودهوك، وأيضا مع صحة محافظة نينوى، وإيجاد حل للطرفين. التهاون المركزي بملف كورونا والنقص المتكرر بشرائح الفحص الخاصة بها سيولد مصابين بلا تشخيص، والذي سيقود بدوره إلى كارثة وبائية في المجتمع بحسب مختصين. محمد طلال، زاغروس تي في، الموصل.